وانا من حدث لانه كان هذا هو الهم الكبير للفقير الذي يذكره وهو يمارس مهنه المحاماه. مهنه المحاماه كانت تتلخص بالنسبه لي في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ضحايا القمع، في الدفاع عن المظلومين وعن المقهورين في الثمانينات. انتخب عضوا في مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء برئاسة نقيب المرحوم الناصري. في هذا المجلس سنة 1981 وفي سنة 1983 ترشح لمنصب النقيب، ففاز بهذا المنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء في الثلاث سنوات التي من سنة 83 إلى 84 و 85. سنة 1986 كان على هيئة المحامين بالمغرب أن تجدد مكتب زمنية هيئة المحامين بالمغرب، هو الأمر الذي كان يتم كل ثلاث سنوات. ترشح أنا الفقيه عبد العزيز بن زكور لرئاسة الزمنية كما ترشحت إلى جانبه لنفس المنصب. فاز هو بالرئاسة بفارق صوتين أو ثلاثة. حاضيته في إسناد نيابة الرئاسة إلي. اشتغلنا في بداية من 86 وما بعدها على عدة واجهات. الدرجة الأولى واجهات حقوقية، واجهات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. في هذا الإطار قدمنا ندوة وطنية كبرى في مدينة مزدعى على الحدود الجزائرية. أولى حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المغرب تلك الفترة. كانت مناظرة من أعظم الندوات وأبرز الندوة الوطنية الأولى التي عقدت في هذا الإطار. خرجت بتوصيات جد مهمة كان لها وقار كبير لدى الإعلام. كانت هناك واجهة أخرى استعمالية في هذه الفترة هي العمل على تزييد العلاقات مع الهيئة القضائية ومع المسؤولين عن العدالة في البلاد. كان هناك وزير جديد على رأس وزارة العدالة والمرحوم مولاي مصطفى بن العربي العربي الذي كان رجل الدفاع قبل أي شيء آخر، وكانت تجمعنا به علاقات طيبة قبل أن يعين وزير العدالة. فجرنا معه اتصالات أولية، طلبنا منه تأسيس لجنة مشتركة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولي وزارة العدل ومسؤولي القضاء القضائي الكبار على الخطوط، فاستجاب على الفور وتأسست أول لجنة مشتركة اشتغلت طوال سنة 86 87 88 89 على مختلف الأجزاء المتعلقة بممارسة المحامين لمهامهم وما يلاقونه من مشاكل وصعوبات، وأيضا دراسة مختلف النصوص القانونية التي كانت بحاجة إلى مراجعة وتدين، من بينها قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون. اشتغلنا في هذه في إطار هذا النشاط في داخل الجمهورية المغربية لحق البلدان على واجهات أخرى، هي محاولة إنشاء نص جديد ينظم مهنة المحاماة نظرا للتطورات التي عرفتها منذ صدور القانون السابق من آنذاك وما تتطلبه أوضاع المحامين في نهاية الثمانينات من معاهد. فكنا بعد الخلية على مستوى جمعيات المغرب برئاسته برئاسة النقيب بنزكور وعضويته وعضوية النقيب المرحوم أحمد الشاوي والنقيب جعفر من هيئة المحامين بالصفات، واشتغلنا جميعا على مراجعة مشروع نص كنت قمت بإعداده سنة 1986 في هذا الإطار. ثم أنهينا مناقشة هذا النص وقمنا بإتمام صياغته في صيغته النهائية، عرضناه على اللجنة المشتركة مع وزارة العدل.
فدرسنا فتوقعت درسهم جديد مع المسؤولين الاقليين حتى اصبح جاهزا لان يقدم ويعرض الجهات المختصه. لكن الظروف لم تسمح باخراجه الى حدود وجود في تلك الفتره، وبقي من تدريب سنه 1993 وقدمه الملك حيث اصدر الملك المرحوم الحسن الثاني بشكل طبيعي دون ان يعرض عنه، وهو القانون الذي صدر في شهر 6 سنه 1993 وبقي العمل جاريا به الى ان صدر القانون الجديد الذي نطلب منه حاليا. أنا 89 كان الفقيد المرحوم اشتد عليه مرض عضال الأصابع ألزمه بالتفكير في إجراء عملية زرع كبير في الخارج وبالضبط في فرنسا. طبعا كانت هذه عملية زرع الأعضاء كانت ما تزال في ولايتها في تلك الفترة وكانت تتطلب مصاريف كثيرة ومسؤوليات كبيرة. فقمت بإجراء اتصال مع السيد وزير العدل المصطفى بلاغي العالم طالبا أن يلتمس من زيارة الملك المرحوم الحسن لتكفل بمعالجة رئيسي. بالفعل بعد أسبوع أو أقل عاد الاتصال به السيد وزير العدل وأخبرني أن زيارته تقبل الاقتراح بصدر الرحب. أجريت الإجراءات على السجال لنقل المرحوم بن سكور إلى الديار الفرنسية حيث أجريت العملية بالفعل عملية زراعة كبيرة وكللت بالنجاح، ولكن النقاهة تطلبت أن يبقى في المستشفى شهورا متعددة، فكان علي أن أتولى مهام رئاسة الجمعية للفترة المتبقية لمدة انتدابنا وهي عام ونصف. بالفعل توليت هذه المهمة من منتصف سنة 1987 إلى نهاية سنة 1988. الكارير الموالية 1990 وما بعدها رجع المرحوم واستانف نشاطه المهني على الخصوص في قطاع البيضاء وعلى مستوى الجمعية كذلك. كان يتابع عن كتب تطورت أوضاع مهنة المحاماة وأوضاع حقوق الإنسان على الخصوص في البلاد، خاصة مع إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، أو المجلس الذي عينني فيه صاحب جلالة المرحوم الحسن الثاني عضوا فيه ممثلا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. اشتغلنا في هذا المجلس طوال سنوات متعددة من أجل معالجة والعمل على تدارك ما كان يطال أوضاع حقوق الإنسان في البلاد من خلال حتى جاءت سنة 1997 التحق بها المرحوم النقيب بن زكور ممثلا لحزب التقدم والاشتراكية خلف المرحوم الثاني الخياري الذي كان قرارا يحمله في تلك الوقت وكان هو الذي يمثله داخل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. بعد سنتين بالضبط في سنة 1999 وبعد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العصر المغربي كان أول قرار أخذه في شهر عشر من سنة 1998 هو تحقيق ذلك والاستجابة للمضمون التوصية التي كان أصدرها المجلس سنة 1999 والقاضي بإحداث هيئة تحكيم لتعويض ضحايا الاعتقال لضحايا الاختفاء القسري عن الخصوص وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الخصوص. إذا صدر الأمر الملكي يوم 16/1999 لتكوين الهيئة، وكونت من أربعة قضاة من سامي قضاة المملكة
ومن أربعة محامين ثلاثة منهم نقباء نقباء سابقون على رأسهم النقيب مصطفى بصر رحمة الله عليه والنقيب عبد العزيز بن زكوان رحمة الله عليه والنقيب محمد الصديقي إلى جانب الأستاذ عبد الله فردوس من هيئة المحامين بالدار. في هذه الهيئة التي أصبحت مهمتها هي معالجة آثار المتخلفة عن الاعتقالات التعسفية والاستيفاءات القسرية التي ضغط على عدد كبير من المنظمين التقدميين على الخصوص. هذه المهمة الأساسية. توصلت الهيئة بما يزيد على 6000 طلب من ضحايا الانتهاكات الجسدية لحقوق الإنسان، تروي كل واحد الطويل عن الأضرار التي لحقتها جسديا ومعنويا ماديا ومعنويا. استمعنا إلى أكثر من 8000 شخص من ضحايا الاعتقال، سواء ممن كانوا ما يزالون على قيد الحياة أو من عائلات الذين كانوا قد توفوا. وصلنا إلى العديد الكبير من الشهود، أزيد من 8000 شخص خارج معاوية، وحققنا فيما يزيد على 6000 ملف، وأصدرنا ما يزيد على 7000 مقرر كلها قضت بالتعويض للمتضررين. وكان المرحوم النقيب بن زكور من أبرز الأعضاء وأكثرهم نشاطا في هذه الهيئة، ومن حيث الإنتاج ومن حيث المناقشات العميقة التي مكنتنا من تحديد مسؤوليات، ولم نتردد في التصريح بأن مسؤولية تلك الأضرار، مسؤولية تلك الانتهاكات الجسيمة تتحملها الدولة من خلال أجهزتها التي كانت تتجاوز عددا كبيرا من النصوص القانونية. وعلى هذا الأساس قضت هيئته التعويض للضحايا في حدود 960 مليون درهم، منحت كلها للمتضررين في تلك الفترة من سنة 1999 إلى يوليو 2003. في بداية سنة 2004 قدمنا رسالة الملك محمد السادس حفظه الله تقرير الختام لإشغالها، وإثر ذلك مباشرة أصدر أمر السامي بتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان عليها أن تتمم المهمة التي بدأتها هيئة التحكيم المستقلة، وأن تواصل الكشف عن مكان الخلل التي أدت إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة، وبالأخص البحث عن السبل الكفيلة بعدم تكرار ما حدث، والبحث عن الحقيقة في ملفات كانت ما تزال عالقة في تلك الفترة. وفي المقدمة العاملة في الشريك المبادئ البركة ومنعبد الحسن بن وازن إلى غيرهم من منعبدين آخرين. قامت الهيئة بمسؤولات كبرى وخارقة لنا بأشغالها من سنة 2004 إلى 2006، وقدمت تقريرا ختاميا ما يزال صلاحيا في أذان الآن، وقد وجد أثره في معدل كبير من النصوص القانونية في الميلان، وفي مقدمة الدستور المملكة أصدر في سنة 2011. كان عطاء المرحوم كان اختيار المرحوم كذلك لعضوية هذه الهيئة فرصة مكانته جديد من مواصلة المسيرة الميدانية وبذل المزيد من الجهود بتحقيق ما كان يطمح به من تضمين الضحايا، من تضمين جروح الضحايا في مختلف المجالات. فأنهى البلاء الحسن إلى أن أنهت الهيئة مهامها وعاد إلى مكتبه لممارسة مهنته حتى عينه جلالة الملك
محمد السادس أن يدعو الله وصية بالمملكة، وكان ذلك التعيين في محله، وهو ما أتاح لفخذنا أن يبذل كثيرا من الجهود من أجل تطوير القانون الأساسي لهذه المؤسسة، ومن أجل تطوير كذلك أدائها من خلال دراسة الشكايات والتظلمات التي كانت تفاعل. ولكن فخذنا العزيز في النهاية انتهى إلى أن هذه المؤسسة كانت ما تزال بحاجة إلى الكثير من التطوير حتى تؤدي رسالتها على أكمل وجه. كانت أمنية نتمنى أن تتحقق في القادم من الأيام. بعد انتهاء مهامه على رأس هذه المؤسسة، أخذ الغالي يستبد عليه إلى أن اختاره الله إلى جوار ربه، ورحل عنا في بداية هذه السنة بعد مسار طويل وبعد عطاء لا حد له. رحم الله الفقير ويجعل البركة في عائلته.